نروحوا الآن مشاهدينا إلى الملاكمة، ونكمل لنا لقاء هذا العدد مع رشيد بن عيسى الحكم الوطني في الملاكمة التي فجرت قضية جد حساسة متعلقة بالفساد الأخلاقي في الرياضة النسوية، وإن كانت رشيدة واحدة من الضحايا. نتابع. رشيدة بن عيسى، مساء الخير، مرحبا بك معنا في برنامج كوكتيل سبور. الله يسلمك، مساء الخير عليكم. يعيشك رشيدة. بداية خلينا نعرف المشاهد الكريم أنك حكم في الملاكمة، حكم وطني، ربما خلينا نعرف لماذا اختارت رشيدة الملاكمة ولماذا التحكيم بالذات؟ اختاريت الملاكمة كتعجبني كرياضة، من بعد نجحت فيها، كنت تحصلت على عدة ميداليات وكنت بطلة الجزائر في الملاكمة. من بعد قلت بوكو با، علاش ما نكملش تحكيم؟ درت تحكيم ونجحت فيه من 2011 حتى لدوكا، راني حكم وطني نجحت فيه. جامي درت، جامي كان عندي فوت في التحكيم ولا كنت باغمي لي ميور اربيتر حتى لدوكا. جميل، لان المراه الجزائريه ربما دائما عندها روح التحدي، لهذا تقوم بواجبها على اكمل وجه. رشيده، تديرين مباريات فقط نسويه ام كذلك بالنسبه للرجال؟ للزوج ندير مباريات ذكور واناث، منازلات اناث ومنازلات ذكور. ما فيش فرق ما بين المباريات؟ فيها يعني بالنسبه للحكم المراه اين تكون افضل، عند تحكيم الاناث ام الرجال؟ ما فيش مشاكل ربما مع الرجال؟ نعرفوا انه ربما ما فيش عقده بالنسبه للملاكمين انهم تحكمهم مراه. هي او كونترير، هي كونترير، كي تاربيتري ولاد سي ميو على البنات، باسكو شغل يحترموك اكثر، شغل يعاملوك دون فاسون مراه، يعطيولك قيمه تاع مراه فوق الرينج، يعني يكون عندك تكون سهله الكومبا تاع ولاد على الكومبا تاع بنات. جميل، تحيه اذا للملاكمين الجزائريين اللي يحترموا الحكمات النساء. رشيده، هل في عراقيل واجهتيها ربما بالنسبه للعائله او المجتمع الجزائري؟ هل يتقبل المجتمع الجزائري عادي انه يشوف حكم في فوق الحلبه تحكم تدير لقاء ملاكمه؟ هي كانت صعيبه في الاول، باسكو المجتمع الجزائري باش يتقبل المراه فوق الحلبه وتاربيتري صعيبه. صح، صعيبه صح، باغ لو طون صاي دوكا ولات حاجه عاديه، ولات كونترير، ولات المراه عندها قيمتها فوق الرينج كحكمه، يعني كم الناس تحوس تفرج الكومبا تاع كي تكون حكم مراه. جميل. طيب المراه معروفه بالعاطفه، يعني هل عامل العاطفه ياثر على المراه فوق الحلبه في اداره اللقاءات؟ هي جوستومون ما لازمش العاطفه تاثر على المراه في اداره اللقاء، كي تكون فوق الحلبه ولا ما لازمش، لازم تمشي بالقوانين اللي معمول بها في الاربيتراج تنجح حتى لافان تنجح. طيب رشيده، هل ترين ان الحكم المراه اخذت مكانتها في الرياضه الجزائريه ام ليس بعد؟ هي مازال للاسف مازال ما ادتش مكانتها في الرياضه، باسكو مازال كاين مسؤولين اللي يحقروا المراه الجزائريه، مازال مسؤولين اللي ما يعطيولهاش قيمتها، ومازال مسؤولين اللي يستغلوا المناصب تاعهم لاغراض شخصيه ضد المراه. يعني ديجا دي فوا كل وحده عندها مشاكل تاعها مع مع المسؤولين في الرياضات في البوكس. ممكن تعطينا ربما امثله كيفاش تعرفتي انت للظلم؟ هل تعرضتي انت للظلم من قبل هاد المسؤولين؟ كما انا في الحاله تاعي تعرضت كما يقولوا اني ضحيه مؤامره ولا ضحيه هاد المسؤولين هادو، باسكو صارت لي مشكل مع الرابطه تاعي تاع ولايه تنمسان، بعثوا لي عقوبه فيها لمده سنتين. عقوبه لمده سنتين. يعني بطريقه غير قانونيه وبطريقه هذه غير مفهومه. عقوبه لمده سنتين بتاريخ 11 مارس 2017، وهذه لمن بعثوها باسكو انا بدلت لا ليغ تاعي، افيليت مع ليغ تاع برج بوريريج، هذا باسكو الظروف تاع شونجمون دو دوميسيل، تغيير مكان الإقامة قانونيا نقدر نبدل لاليك. درت دوموند لاليك تاع البرج بوريريج وقبلوا لي وافيليت معاهم من فيفري. الوغ في مارس تلحقني عقوبة دو زون من عند لاليك، لونسيان ليك تاعي تاع تلمسان.
يعني حتى يفهم المشاهد الكريم، انت قمت بتغيير الرابطه، الان انت منخرطه في رابطه برج بوعريريج. بعد ما انخرطتي في رابطه برج بوعريريج تم اقصائك او عقوبتك من قبل رابطه تلمسان، وهذا شيء يعني قانوني. حتى انه هناك كذلك تاريخ انخراطك في رابطه برج بوعريريج اللي هو في تاريخ 8 فيفري. ربما 8 فيفري يعني كنت منخرطه في برج بوعريريج وتعرضتي للعقوبه من قبل تلمسان بتاريخ مارس. ما سبب العقوبه؟ ربما في العقوبه على حسب ما بعثوا لي، قالوا لي باللي نبعثنا لك استدعاءات وما جيتيش، وهي ما بعثوا لي حتى استدعاء، وجامي عيطوا لي في التليفون ولا بعثوا لي استدعاء ولا قالوا لي باش نجي وما جيتش. ومن من انا درت لهم استفسارات لماذا العقوبه من تلمسان وانت منخرطه في برج بوعريريج؟ انا بعت الحاجه الاولى، بعت كي بعثوا لي تاع البرج قالوا لي طلب توضيحات على هذه العقوبه هذه. انا الحاجه الاولى عيطت لليك تاع تلمسان، بعثت لهم ريكلاماسيون على هذه العقوبه، قلت لهم فسروا لي هذا واش من قانون رفضتوه باش درتوا هذه العقوبه، وشكون هاد لا كوميسيون ديسيبلين لي نون هادو، شكون اللي داروا هاد لا كوميسيون ديسيبلين؟ حتى انه لم يتم استدعائك حتى الى مجلس تاديبي. هي غير قانونيه باسكو نورمالمون كي تكون باش يديروا عقوبه لازم الاتليت ولا الاخر يحضر مجلس تاديبي، مجلس تاديبي يحضر ويمضي على هذاك محضر اجتماع ويدي لا كوبي تاع القرار يديها معاه. الوغ هاد الصوالح كامل ما صراوش، داروا عقوبه مره وحدهم وبعثوها لا ليغ تاع البرج كيف كيف. وان بليس البريزيدون تاع رئيس لجنه الحكام متورط معاهم في هذا القضيه هذه. يعني تتهمين مباشره رئيس لجنه الحكام. ما اغراضه ربما؟ وشو الشيء اللي خلاه يقوم بهذه الامور ضد المراه؟ ربما انت لست المراه الاولى اللي تعاني من هذه المشاكل وهذا التهميش والاقصاءات من قبل اللجنه الوطنيه للتحكيم. انا ماشي الاولى اللي نتعرض لهاد المشاكل والتهميش، وديجا هاد لاني سبورتيف كامل هذه ما عيطليش ما با باش اربيتري في كاش شامبيون ولا جيتي با انفيتي. مي ان شاء الله ما نكونش انا لا دنيير، مي ان شاء الله تكوني انت تقصدين الاخيره، يعني ما يكونش ان شاء الله نكون لا دنيير اخرى. مي هذا الرئيس لجنه الحكام ديجا كما يقولوا عندي مشاكل معها دائما، في هذا عنده يستغل المنصب تاعو لاغراض شخصيه. عديد الحكامات اللي تعرضوا قبل لهذا الموقف واللي صراو لهم مشاكل معاه، وهو دركا بحكم المنصب تاعو ما يستغل المنصب تاعو باش الاغراض الشخصيه تاعو. دونك كيما تروحي المترم ما نوافقوش في الاغراض تاعو نلقاو رسالنا. يعني تدفعونا انتم نلقاو رسالنا يا مهمشين يا نحبسوا كامل ديفينيتيف ونروحوا. انا تهمشت معاه با مال دو فوا باسكو هو راه عاد هذا العام اللي دخل لا فيديغاسيون، هو ما قبل كان ايفالواتور تسمى كان يقدر يحكم في لي زاربيت با مال دو فوا، نطيحوا معاه في شامبيونا اللي ما يخلينيش ناربيتري باسكو ما خرجتش ما كنتش في الطريق تاعو باغ اكزومبل. يعني انت حاليا يعني ضحيه تلاعب مثلك مثل العديد ربما الحكمات اللي وقفوا مشوارهم يعني حتى ما يوقعوش في الوقت اللي كنت انا ملاكمه كان كاين واحد 8 ولا ابيبخي يلحق حتى 12 حكم. مرأة توقفت عن مشوارها بسبب حبسو. طيب رشيدة ربما هل توجهتي إلى الاتحادية؟ هل طلبتي من الاتحادية التدخل؟ ما كان رد الاتحادية في هذا الأمر؟ جوستومون أنا درت ريكلاماسيون لا ليغ، بعد درت ريكلاماسيون لا فيديغاسيون، بعثت لهم توت أندوسي. بالنسبة للرابطة لم يتم الرد عليك، هذا هو لدي هنا عطيت لهم طلب الاستفسار. هذا طلب الاستفسار. فاكسيتو لهم لحد الان ما رجعوليش لا ريبونس عليه، وانا عطيت لهم لا شانس تاعهم باش او موان باش ما نظلمهمش، ونعاود نعاود ندير ريكلاماسيون لا فيديغاسيون. درت ريكلاماسيون لا فيديغاسيون ودرت لهم اون كوبي على هذه ونسيت. بالنسبه الى رد رابطه برج بوعريريج لحقهم اكيد انه رابطه برج بوعريريج انا جديده معاهم، دونك كي تلحقهم عقوبه كيما هذيك ما يعرفوش اسكو بالك انا غلطه صح. دونك سي نورمال طلب توضيحات، هذاك يكون من عندهم حاجه عاديه. يعني رابطه تلمسان راسلت رابطه برج بوعريريج بهذه العقوبه. طيب
انت كحكمه من بين يعني افضل حكمات الوطنيات في الجزائر، مسمى ذكوري ربما حكم وطني من افضل الحكام الوطنيين في الجزائر، ربما كنت تطمحين لان تكوني ربما اجتياز تربصات او لتكوني حكم دولي في هذا الوقت، انت تطمحين لهذا لان كنت نستنى تشجيعات، كنت نستنى باسكو انا عندي كل المؤهلات، انا ليسونسي، عندي مستوى ثقافي تاعي مليح، كنت نستنى يجيو لي ستاج انترناسيونال يعيطوا لي، نستنى تشجيعات من عند لا ليغ ولا من عند لا فيديراسيون باغ اكزومبل، مي ما نستناش عقوبه. يعني عقوبة يعني كي مدة نلحق سنتين راح كي نلحق يعني صايد المشوار تاعي الرياضي يروح ابخي دو زون. شيء مؤسف، مع العلم انه في الجزائر ما فيش حكم مرأة، عاد يعني عندنا حكم مرأة واحدة دولية فقط، ما عندناش حكم مرأة يعني اللي تحكم منازلات دوليين فقط واحدة، يعني في عوض انه تقوم الاتحادية ويقوم المسؤولين بتحفيز المرأة لكي تكون على المستوى الدولي يقومون بإقصائها لمدة سنتين او اكثر، ما طلباتك يعني والرسالة اللي حابة توجهيها رشيدة من خلال برنامج وقناتنا؟ ان شاء الله نكون انا لا دنيا اللي صرا لي هاد البروبليم معاهم، وان شاء الله يدخلوا لا فيديراسيون ولا في هاد المشكل اللي حلوه بلوتو بوسيبل، ان شاء الله لي في لي زاربيت في يعطيهم لا شانس باش يروحوا بعيد، باش يروحوا ستاج انترناسيونال ولا باسكو ما في لما تكون تربصات ما يستدعيوش الحكم المرأة. العام اللي فات داروا تربص تاع الحكام درجه دوليه وما ما استدعوا حتى مره، لم تستدعى اي حكم وطني. اي بورتون حنايا كما انا عندي من 2011 حتى لدركا راني اربيت صافي، ماشي نقولوا البارح ولا درت اربيت تمام، كي تجي لا شونس باش يعطيوها لك ما يعطيوها لكش. ديجا في لي شامبيونا ناسيونال ولا يعيطونا غير في لي شامبيونا تاع لي في ناسيونال تاع لي في، باش الشامبيونا الاخرين باش يفوتونا فيهم سي غار. طيب رشيدة ربما نحييك لانك كنت شجاعة، هي شجاعة منك انك تأتي وتقولي امور مثل هذا، شنو تقدري تقولي لنا في الختام رشيدة؟ هي الملاكمة افونتو فن وتربية واخلاق، خليوها هكذا برك. جميل جميل، شكرا لك رشيدة، ونتمنى انه راح تتحل المشاكل في اقرب ان شاء الله. شكرا لك ان شاء الله. ميرسي.